بسم الله الرحمن الرحيم. نزهة فرح، رئيسة جمعية الإيثار الخيرية الاجتماعية والثقافية بتطوان. اليوم كتواجدوا في الحد بغاغزة قافلة طبية. شي اللي أول مرة كنعملوا قوافل طبية، كل مرة كنعملوهم في واحد الجهة. هاد المرة اخترنا هاد المنطقة حيت كاين الخدمات الطبية من المداشر اللي هما بعاد، قربنا لهم الخدمات والأطباء من عندهم. شركة بالتوأم ديال جمعية الإيثار اللي هي جمعية الشفاء لمرضى السرطان، بشراكة مع جمعية الصحة العمومية بتطوان، والدعم كاين من جماعة ديال بغازة. جاو 25 الأطباء تبارك الله عليهم، خدامين بالقلب ديالهم، فرحانين كيقدموا الخدمات بالطاقة ديالهم كاملة، مشكورين. التخصصات دخلوا الناس، كاين الراس، طب الاعصاب، طب الاطفال، طب النساء، كاين الصدى، كاين التخصصات كامله. كنظن انا بات الاو ار ال على حسب، ما كاينش الالات ما قدرناش نجيبوهم، هما الاطباء كاين غير الالات اللي ناقصين، ما يمكنش تجيبوهم هنا على حسب البعد. هذوك عملنا لهم الوقت ديالهم، ان شاء الله غادي يجيو عندنا تطون، حنا غنتبعهم ان شاء الله. باقيين كنفكروا نعملوا قوافل، ماشي قافله واحده، قوافل طبيه. وكاين ان شاء الله غادي نعملوا واحد العمليات الجلاله. احنا كنحاولوا ما امكن نعملوا قافله طبيه ديال العمليات الجلاله، هذه اللي هي قريب ان شاء الله.